بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم ان شاء الله حناخد مثال مباشر على الواي واي كونكشن اللي احنا درسناه المحاضرة الماضية. المثال شوية طويل، حقرأه معكم وافصل تفصيلاته على السبورة. إن بالانسد، احنا قلنا السيستم اللي بنشتغلوا مالهم بالانسد. فالسؤال بادي بالانسد 3-phase واي كونكتد جنريتور. يعني ايش اول اعطاني معلومات؟ انه بالانسد 3-phase واي كونكتد جنريتور، يعني انا عارفه هلت معلومات عن مين؟ على الجنريتور. الجنريتور ماله 3-phase واي كونكتد with positive sequence. ماله positive sequence؟ يعني A B C sequence. has an impedance، معطيني مين؟ Z بتاعت الجنريتور لكل فيز بتساوي 0.2 + j 0.5 ohm لكل فيز. يعني كل فيز، الـ A فيز والـ B فيز والـ C فيز، هيكون كل واحد منهم الجنريتور الـ impedance بهذا المقدار ZA ZGA ZGB ZGC إلى هذا المقدار. الجنريتور اللي أخذنا هاي المعلومات عنه balanced 3 فيز Y connected generator feeds. معنى كلمة feeds يغذي. feeds بغزي balanced، برضو كمان balanced 3-phase Y connected load. يعني قال لي عن الجنريتور انه balanced 3-phase Y connected generator بغزي برضو balanced 3-phase Y connected load. يعني صرنا عارفين عن اللود، هذا عن الجنريتور اللود 3-phase Y connected load. إلو إمبيدنس Z للود اللي هي بير فيز اللي كنا نسميهم مثلا A B C capital، هتساوي 39 زائد J 28 ohm لكل فيز. يعني Z capital A Z capital B Z capital C مالهم، ممكن نحط اللود لكل فيز يعني، بس هذه احنا كنا نسميهم زد كابيتال A زد كابيتال B زد كابيتال C، ما لها قيمتها هاي المقدار اللي امامنا. بغذي الجنريتور اللاين عبر خطوط نقل. اذا قلنا الجنريتور فيدز اللود عبر خطوط ثرو كونكتد ثرو لاين اللي ماله ما دول اللاينز اللي بيوصلوا الجنريتور باللود اللي قيمتهم زد لاين لكل فيز. هنا ترانسميشن لاينز الهم عبارة عن اللي هو 0.8 زائد جي 1.5 اوم لكل فيز. هذا هو وصف للسؤال، لحالة السؤال. إذا السؤال عندنا جنريتور بالانس 3 فيز واي كونكتد له امبيدنسز بهذا المقدار، عندي بغذي لود اللي برضه بالانسد و 3 فيز واي كونكتد لود اللي له الامبيدنس بهذا المقدار عبر خطوط نقل اللي لها هذا المقدار. تمام. قيمة الانترنال فولتج للجنريتور في بتساوي 120 فولت. القيم تاعونا هدول اللي كنا نسميهم VA برايم ان VB برايم ان VB برايم سي. الحاجه المهمه كمان انه القيم اللي بيعطينا اياها الكتاب كلها بالروت مين سكوير فاليو ما عدا اذا ستيتد.
يعني هذا الأسئلة الأمس قيمة الفولتج بالروت مين سكوير فاليو إلا إذا هو قال غير ذلك. واضح؟ أول سؤال أو أول فرع من السؤال هذا هو شرح السؤال. الفرع الأول من السؤال فرع إيه؟ بقول لي التالي. Construct اللي هي الأفيز equivalent circuit. بدوش يعني أرسم الرسمة كلها، بدوش يعني أرسم الجنريت اللي هو الواي كونكتد اللي إحنا رسمناه المحاضرة الماضية واللود اللي هو واي ولا الترانسميشن لاين، بدوش كل هذا أرسمه. هو طالب مني بس اللي هي الأ فيز. إحنا قلنا أي فيز بعمل له كونستراكشن بالسورس، عندي الإمبيدنس تاعت السورس، وهنا النقطة A، هنا النقطة N، بعدين في عندي اللاين اللي هو عبارة برضو عن إمبيدنس، وعندي كابيتال A، وعندي مين؟ اللود، وهنا كابيتال M. عشان أقدر أحدد الفيز A بدي أجيب اللي هو V A برايم N اللي هي بتاعت الفولتج تبع الفيز الاولاني، له مقدار وماله زاويه. هو بس معطيني الفولتج الانترنال فولتج لكل فيز، بس احنا عارفين انه كل واحد والثاني بينهم قديش 120 درجه. فعشان اقدر ارسم الفيز او الايكوفالنت سيركت للفيز الاول لازم اكون عارفه الفيز الفولتج بالتفصيل، قيمته وزاويته. احنا هنفترض انه الريفرنس فولتج هو الاي، هعتبر انه الفيز A هو الريفرنس فولتج، له المقدار 120 درجة، يعني متأسف 120 فولت، والزاوية على الزيرو درجة. حدش هيمنعني، هو مش قايل، هو قايل لي بس الانترنال فولتج بين الثلاثة 120 فولتج، قيمة الفولتج للواي كونكتد لهم هالقد امبيدنس، ولهم انترنال فولتج قيمته 120. فعشان انا اميز بين A والبي والسي لازم ابدا احط اللي هي الزوايا اللي بينهم. فهفترض انه الA هو الريفرنس واخده على الزيرو، هيكون بما انها ABC سيكونس البي ماله سالب 120 درجة والسي بلس 120 درجة. واضح؟ اذا هفترض انه الزاوية تاعته زيرو فولتج. المهم انه يكون بين كل واحد والثاني اللي هو في بي برايم ان حتكون 120 ماينس 120 درجه، والفي سي برايم ان حتكون 120 وزاويه 120 درجه. طبعا فولت فولت. نكمل الرسمه. اذا صرت عارفه الفولتج بالتمام اللي هي هاي A برايم، في A برايم ان بيساوي 120 والزاوية 0 درجة فولت. عندي ال Z J A عبارة عن 0.2، وعندي J 0.5، وعندي ال Transmission Line اللي هو Z 1 A عبارة عن 8 من 10 أوم، طبعا هدول أوم أوم، و J 1.5 أوم، واللود 39 اوم، وجي 28. طبعا لانهم دائما موجبين انا عوضت عنهم باندكتورز، لو اعطاني قيمه سالبه بعوض عنها بمين؟ المكثف. اذا هذا اول جزء اول من السؤال. طرف الجنريتور، هي طرف الجنريتور في اي ان بتكون من سورس وامبيدنس. اللود عندي الفولتج حواليه في اي ان اللي هو مين؟ هذا اللود، وهذا ترانسميشن لاين. هذا الحكي احنا حكيناه المحاضره الماضيه بالتفصيل، كيف احول من الثري فيز اكتب اللي هو الايكوفالنت سيركت لكل فيز. لو طلب مني البي فيز مش الاي فيز، برضه هفترض انه هذا مثلا ريفرنس والزاويه تاعته زيرو. الفرقية بين هاي الرسمة ورسمة البي فيز ايش هتكون؟ في بي برايم ان ايش هتكون؟ 120 وسالب 120، انه هو قايل انها الاي بي سي سيكونس.
هذا الفرع الأول من السؤال. فرع ب من السؤال بقول لي calculate I AA I BB I CC. طبعا هذا السورس بغذي الفيز هذا الكرنت. قلنا ايش قيمة هذا الكرنت؟ I AA سميناه اللي هو في حالة الواي واي كونكشن، هو التيار بمر في الترانزميشن لاين، هو نفسه بمر في اللود. متذكرين اللي نهينا في المحاضرة الماضية قلنا التيار بمر في اللاين هو نفسه بمر في اللود تبعي. إذا بده مين هو؟ I AA I BB I CC. إذا طلعت على الإكوفلنت سيركت بقدر ببساطة أجيب الـ IAA، لأنه هذه عبارة عن إمبيدنسز على التوالي، بجيب الإكوفلنت تاعتها، و IAA حتكون الفولتج على التوتال إمبيدنس. إذا IAA حتساوي 120 والزاوية 0 على مجموع الإمبيدنسز اللي هي زد فيز إحنا سميناها متذكرين، هي 120 على 0.2 وبوينت 8 هي 1 زائد 39 هي 40 زائد ج نص 1.5 هي 2 و 28 30. تمام. لو انا حولتها للبولر ريبريزنتيشن حيكون لها مقدار 2.4 وفيز مقداره سالب 36.87 درجة أمبير. عشان أجيب الـ IBB بديش أرجع أرسم كام مرة ولا الـ ICC. إحنا عارفين حاجة مهمة إنه هذا بالانس سيستم. بالانس سيستم معناه إنه الكرنت حيكون لهم نفس المقدار وبينهم 120 درجة. الـ B lags بـ 120 والـ C leads بـ 120. إذن الـ IBB هتساوي نفس بدي أطرح منها 120 هتصير سالب 156.87 درجة أمبير، والآي سي سي هتكون 2.4 والزاوية بدي أضيف لها 120 درجة هتكون 83.13 درجة أمبير. السي ليدس الاي ب 120 والبي لاكز ب 120. هذا الفرع الثاني من السؤال. الفرع الثالث سي من السؤال سي بقول لي انا بدي الفيز فولتج. الفيز فولتج عند مين؟ عند اللود. عند الفيز عند اللود. احنا قلنا الفيز فولتج ممكن يكون عند السورس عند الجنريتور او عند اللود. هو بده الفيز فولتج عند اللود. يعني مين هم؟ تمام. بدنا نترجم هذا الحكي للي رموز. هتكون ال V A N V B N وفي سي ان. دائما بكفيني اجيب واحد والباقي بجيبهم من معرفتي انه هو بالانس سيستم. طب من في ان؟ في ان من الرسمه تاعتنا هي التيار في الامبيدنس. يعني في اي ان هتساوي اي 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 لانه نفس الكرنت المر في اللاين هو المر في اللود. فاي اي اي هو نفسه المر في اللود، حيكون الكرنت في الامبيدنس اللي هي 39 زائد ج 28. اعوض عن اي 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 اللي هي 2.4 والزاويه اللي هي سالب 36.87 مضروبه في اللي هي 39 ج 28 بتعطينا اللي هي في اي ان مقدارها 115.22 والزاوية سالب 1.19 درجة فولت. هذه في اي ان. V
VBN إيش هتكون؟ lags 120 درجة. يعني بدي أطرح 120 هتكون 115.22 من 100 والزاوية minus 120 هتكون minus 121.19 درجة فولت. VCN هضيف 120 درجة هتكون 115.22 والزاوية 118.81 درجة فولت. هذا مين الفولتج تبع اللود؟ الفولتج حوالين كل لود. الفولتج حوالين اللود A والفولتج حوالين اللود B والفولتج اللي حوالين اللود C. الفيس فولتج. الفرع اللي بعده على طول حيطلب مني اكيد اللاين فولتجز. واحنا هذه حاجه تعلمناها المحاضره الماضيه، اني لو كنت عارفه الفيز فولتج اقدر اجيب اللاين فولتج، لو كنت عارفه اللاين فولتج اقدر اجيب الفيز فولتج، انه عرفنا العلاقه اللي بينهم. اذا الفرع احنا سي دي بقول لي بدي اللاين فولتج. مين هم اللاين فولتج؟ في اي بي، في بي سي، وفي سي اي. هاي اللاين فولتج. احنا قلنا انه VAB بيساوي جذر الثلاثة لV الفيز، المقدار تبع الV فيز تبع اللود، وبليدز الثلاثين درجة. قلنا الفيزز VAB VBC بيساوي جذر الثلاثة، اي واحد منهم، بس انا احط الVAB، بس اي واحد منهم نفس الحاجة بتنطبق عليه، جذر الثلاثة في الفيز تبعه تبع اللود وليدز 30 درجة. إذا ما علي لعوض عن الفيز تاعت اللي هي اللود اللي عند الاي، هو عبارة عن قديش قيمته؟ 115.22 والزاوية تاعته ماينس 1.19 درجة، وهنا الزاوية 30 درجة. إذا ما بيطلع معنا دي اي بي بيساوي 199.58 من 100 والفيز 28.81 درجة فولت. على طول بقدر اجيب الفي بي سي لاكس ب 120، الفي سي اي ليدز ب 120. اطرح من هاي 120 بتعطينا سالب 91.19 درجة فولت، اضيف على الاي 120 هتكون 199.58 مية، والزاوية بتضيف 120 هتكون 148.81 درجة فوق. في أي سؤال لحد هنا؟ لا، احنا المحاضرة الماضية فهمنا ايش معنى اللاين فولتج. اللاين فولتج هو الديفرنس بين لاين ولاين، بين الـ A والـ B، والـ B والـ C، والـ C والـ A. الفولتج بين اللاينز، مش اللي حوالين الإمبيدنس تاعت اللاين. اللاين فولتج هنا المقصود فيها الفولتج بين اللاينز، يعني بين اللاين الأول والثاني، بين الترانسميشن لاين اللي واصل الجنريتور A مع اللود A، واللاين اللي واصل B مع B، واللاين واصل C مع C. الديفرنس الفولتج بينهم A B B C و C A، وأثبتناها المحاضرة الماضية. كنت معنا؟ فرع اللي بعده فرع E. لسه ما جبناش كل المجاهيل. تقريبا قربنا نخلص المجاهيل كلهم. الفرع اللي بعده فرع E، بعده بيجي E. بدنا الفيز فولتج عند مين؟ عند الجنريتور. بدنا الفيز فولتج ات الجنريتور. يعني مين انا بدي؟ بدي في اي ان، في بي ان، في سي ان. هاي المطلوب مني. خلينا نمسح هدول عشان يكون الخط كبير.
قديش الفولتج من اللي هي ان لايه زي ما انتم شايفين، وعباره عن الفولتج تبع السورس ماينس الفولتج دروب على الامبيدنس. يعني في اي ان توتال حيكون في اي برايم ان ماينس الفولتج دروب على الامبيدنس. التوتال الفولتج عند الجنريتور هو الفي اي ان الفي بي ان الفي سي ان. من الرسمه اللي قدامنا الفولتج في اي ان هو عباره عن الفولتج سورس في اي برايم ان ماينس الفولتج دروب على الامبيدنس. اذا في اي ان هيساوي ال 120 ناقص اي 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 مضروبه في الامبيدنس اللي هي 0.2 زائد جي 0.5. لو عوضنا عن الكرنت بيطلع معايا قيمه الجنريتور فولتج عند التيرمينال بتاعت الجنريتور 118.9 والزاويه سالب 32% درجه فولت. على طول بجيب في بي ان، في بي ان مالها لاجز ب 120 درجه لانه بالانس سيستم، هيكون 118.9 وهطرح 120 حتكون سالب 120 و 32 درجه فولت. في سي ان ليدز الاي ب 120 فبضيف لها 120 فهتكون 119.68 درجه فولت. تفضلي. احنا صح لو قلنا ان البي اي ان بي ان بي سي ان هي تيار في مجموعه من الامبيدنس اللي هنا ممكن يكون صح؟ لو انت بدك تجيبيه من هنا يعني، ما هو هذا الفولتج نفسه بس اسهل يعني من هنا ناقص هذه يعني او التيار مجموع طبعا لانه هذا كوتش فولتج له الفولتج هذا بين هاي النقطة وهاي النقطة يا من هذا البرانش يا من هذا البرانش بس صح ممتاز. السريع اللي بعده احنا ايش جبنا لحد هالقيادة؟ جبنا اول حاجة كان مطلوب منا الكرنت اللي بمر في اللود اللي هم الـ IAA, IBB, ICC هذا فرع A. منه طلب منا نجيب الفيز فولتج اللي هي عند اللود، انتقلنا على طرف اللود اللي هو VAN VBN VCN. الفرع اللي بعده طلب منا انه نجيب الكالكوليت اللاين فولتج عند طرف اللود لسه احنا اللي هي VA كابيتال V كابيتال VB كابيتال C كابيتال VC كابيتال A كابيتال. بعديها طلب مني ان اجيب الفولتج تبع الفيز من جهة الجنريتور. مين عند الجنريتور الفيز فولتج حيكون هو V A small N. هيتا طلب مني اللاين فولتج من ناحية الجنريتور. وطبعا حيختلف عن اللاين فولتج ناحية اللود. لانه اللاين فولتج ناحية اللود هي بين كابيتال A وكابيتال B، بين كابيتال B وكابيتال C، بين كابيتال C وكابيتال A. عند الفولتج حتكون بين سمول A وسمول B وسمول B وسمول C وسمول C وسمول A بس مش هتختلف العلاقة. عشان الفرع اللي بعده اللي هو DEF ايش طالب مني؟ اللاين فولتج at الجنريتور اللي هما مين حيكونوا؟ V AB V BC و V C A small. العلاقة مش هتختلف، هتضلها العلاقة اللي تعلمناها واشتقناها بين اللي هو اللاين فولتجز والفيز فولتجز. يعني V A B هي عبارة عن جذر الثلاثة في V الفيز المقابلة إلها وليدز ب 30 درجة. تمام. نعوض مثلا في اي بي حتكون هاي جذر الثلاثة اللي هي في اي ان في 30 درجة نعوض عنها حيكون الفي اي ان حسبناها قبل قليل هي جذر الثلاثة في 118.9 والفيز سالب 32% درجة وعندي 30 درجة اللي جاية من الليدز هتعطيني 205 94% والفاز 29.68 درجة. على طول بقدر اجيب اللي هي البي بي سي لاجز
الفاز بي اي بي ب 120 هتكون 205 على 100، وسالب 120 هتكون سالب 90 و 130 من 100 فولت. وفي سي اي ليدز الاي ب 120 هتكون 205 و 94 100، 149 و 68 درجة. هذا بالنسبة لمثال 3-phase system. لمين؟ لل Y-Y connection. إذن هيك إحنا بهذا السؤال غطينا كل المطالب اللي ممكن تنطلب منا لهذا السيستم. لو بدأ تجيب التيار، أول حاجة في أي مثال زي هيك حيطلب مني الـ equivalent phase. One phase. إحنا عندنا 3-phase system. بطلب مني ارسم الايكوفلنت وان فيز، بطلبش منك ترسمي رسمه كامله الا اذا بس طلبها ترسميها بدون ما انه يطلب اي اشياء اخرى. بقلل المطالب، لكن سؤال زي هيك على طول قال لك ابدي بالايكوفلنت. تبدي الايكوفلنت، بقول لك جيب التيار. بعد ما تجيب التيار بدك تاكدي له انه اللاين كرنت هو نفسه اللود كرنت في الواي واي كونكشن، بطلب منك الفولتجز والى اخره زي ما شفنا خطوه خطوه مع بعض، مره من ناحيه اللود ومرة من ناحية الجنراتور. ايش معنى ضايع الوقت؟ ضايع معنى الوقت. السيستم الثاني اللي حنحلله على طول بعد الواي واي هو الواي دلتا. اذا هلقيتها حنشوف اللي هو الواي دلتا سيستم. دكتورة هي الاسئلة بس اللي ممكن تجينا على نعم؟ هي الاسئلة بس اللي ممكن تجينا على الواي كونكشن. هذه أهم الأسئلة، بس في عندكم في الكتاب أسئلة كتير يعني تختبر ذكائكم، تختبر قديش تقدروا تربطوا المناهج مع بعض، بس غالبا الأسئلة زي هيك. في عندك لود، في عندك جنريتور، في عندك لود، يا واي واي يا واي دلتا يا دلتا دلتا يا اللي هو دلتا واي، نوع الكونكشن. احنا بدينا بالواي واي، أن الواي واي حيمثلنا زي البيز منه، وحنعمل اللي هو باقي الكونكشنز. إذا فهمنا كيف إحنا نحلل الواي واي كونكشن، تحليل الواي دلتا اللي حنشوفه هالقيتا مش كتير حيكون صعب. إذا حاليا حيكون عندنا في المثال القادم الجنريتور لازال واي، بينما اللود حيصير دلتا. يعني عند طرف الجنريتور ولا إيش حيتغير، اللي حتغير عند طرف اللود حيصير دلتا بدل ما هو واي واي. تمام، نحلل السيستم بالجديد. حنشوف هلقيتها الواي دلتا كونكشن. طبعا اذا انا اللود تبعي دلتا يعني هيك شكله حيكون. هاي اللود، هيك شكل اللود، لأنه اللود هو اللي عندي دلتا. الجنريتور دلت له على شكل واي. إذا اللود عندي على شكل دلتا حسمي كل واحدة منهم زد دلتا. أول خطوة لازم أعملها إني أحول من دلتا لواي. أحول من دلتا لواي. التحويل في البالانس سهل كتير. في البالانس سيستم الدلتا بتحوله لواي. تحولوا لواي، كل واحدة من هدول الامبيدنسز هسميها زد واي. طبعا لازم يكون علاقة بين زد واي وزد ايه، لأن أنا بدي أخفي هذا السيستم وأحط له الواي كونكشن. كل واحدة من هدول القيم زد واي بتساوي زد دلتا على 3. تمام.
هذه اول حاجه بدنا نعرفها. الحاجه الثانيه بدي اربط ما بين السيستم اللي هو واي واي والواي دلتا. ايش الاختلافات اللي حيكون ما بين هدول التو سيستمز؟ تعالوا نسترجع كم مره عن الواي واي. احنا ايش حكينا؟ قلنا في الواي واي كونكشن الكرنت اللي ما بين اللود والترانزيشن لاين اللي بنقله خط النقل هو نفسه البرو على الفيس. يعني ما بين النقطة سمول A وكابيتال A التيار بمر فيها اللي مغذينا اياه الجنريتور الأول هو نفسه اللي بمر في اللود. هي أول حاجة. كمان قلنا إنه الفولتج تبع الفيز اللي هو بين الطرف كابيتال A وكابيتال N مش هو نفسه الفولتج بين اللاينز اللي هي بين كابيتال A وكابيتال B أو كابيتال B وكابيتال C أو كابيتال C وكابيتال A. هذا بالنسبة للواي واي تذكير. نيجي للواي دلتا. إذا أول خطوة اللي حنعملها إني أحول الدلتا لواي. الحاجة الثانية بدي أشوف إيش اللي حيختلف ما بين الدلتا والواي كونكشن. عندي الواي زي ما هو، هيكون في عندي جنريتور في عندي إمبيدانسز، بعدين حيكون في عندي اللاين، بعدين هنا بدي اجي اوصل مع الدلتا. هاي الاف، هاي البي، هاي السي، هاي سمول A، هاي سمول B، وهاي سمول C، وهذه ZJA، ZGB، ZJC، وهذه اللي هي N برايم، وهذه V N، سوري N، N، هاي A برايم، A برايم N، A B V. V B prime N V C prime N. تفضل. فكري إيش ممكن نعمل يعني نكون صح تفكيري. شوية بس خلينا أكمل أحط المجاهيل بس. Z واحد A، Z واحد B، Z واحد C، وهذه مثلاً Z دلتا، Z دلتا، Z دلتا. تفضل. ممكن احنا اخذنا في العملي كيف نحول اللود من الدلتا لستار، فممكن نحولها لستار نتعامل معها سنكرونيك. تمام، احنا هاي الفكره. احنا قلنا اول خطوه، هاي اول خطوه ممتازه، اول خطوه اللي انا كتبتها قبل شويه، خطوه اللي الدلتا بدي احولها لواي. الدلتا هي عباره عن 3 لودز موصولين بهاي الطريقه، زد دلتا زد دلتا زد دلتا. بدي احولهم لمين؟ لا الواي. وقلنا ايش علاقة زد واي بزد دلتا؟ قلنا زد واي بتساوي زد دلتا على 3. اذا الخطوة الاولى بدي احول من دلتا لواي. بس قبل ما اروح واحول هذه واخليها واي، هاي اتفقنا عليها، لازم في اشياء احطها في ذهني لانه في الاخر بتطلب مني هذا السيستم. لكن اعمال بدي اعمل ترانسفورميشن، احول من دلتا لواي، بس في النهايه الاجابات كلها لازم تكون لهذا السيستم، مش اللي تحولت. اللي تحولت عشان انا بصير لما احول الدلتا لواي تحليله بالتمام بصير زي السيستم اللي تو درسناه واخذنا عليه مثال طويل اللي هو واي تو واي. لكن الفيس تبعنا مش واي تو واي، واي تو دلتا. فلازم اربط الاشياء اللي حصل عليها من الواي واي بالواي دلتا. زي ايش؟ انا عندي كرنت الجنريتور بعطيني اياه بغذيه بواسطه اللاينز لمين؟ لللود اي بي بي او اي سي سي. بدي ابدا بعلاقه اللاين فولتج والفيس فولتج، اللاين والفيس عند مين؟ اللود. عند الواي واضحة لنا، شفناها وحليناها. ايش اللاين فولتج اللي هو الاي اي بي والبي سي واللي هو السي اي، وعلاقتهم بالاي ان والبي ان والسي ان،
قلنا انه مثلا A B هي عبارة الفولتج هذا اللي يساوي الفولتج A N بجذر الثلاثة وبليد 36 درجة في حالة الـ ABC ولاكس 30 درجة في حالة الـ ACB. نيجي على الدلتا. هاي اللاين فولتج ما بين الـ A والـ B مش هيك سميناهم احنا؟ قلنا اللاين هي بين تو لاينز يعني VAD هاي واحد منهم VBC وVCA. طب مين الفيز فولتج؟ هاي الفيز تبعها، هاي الإمبيدنس تاعتي. ايش الفولتج اللي حواليها؟ هاي الفيز، هاي اللود، ايش الفولتج اللي حواليها؟ ممتازة، هو نفسه VAB. إذا في حالة الدلتا عند اللود في هاي الحالة، في حالتنا هاي الجديدة اللود هو اللي دلتا. VAB و VBC و VCE اللي هم اللاين فولتجز هم نفسهم الفيز فولتج. إذا في هاي الحالة عند اللاين فولتج اللي هو الفولتج between two transmission lines بيساوي الفيز فولتج. هذا وين عند اللود احنا بنحكي، لأنه الجنريتور واي، الجنريتور واي ظلت العلاقة بين الـ A والـ B والـ A والـ N اللي احنا جبناها، إنه AB VAB بيساوي جذر الثلاثة VAN وليد 36 درجة في حالة الـ ABC cycle، لانكس 30 درجة في حالة الـ ACB. واضح؟ إذا كمان مرة عند اللود اللي هو الدلتا، اللاين فولتجز اللي هي VAB VBC VCA هي نفسها الفيز فولتج. هاي كمان مرة، هاي الفولتج بين الـ A والـ B اللاينز هو نفسه اللي حوالين الزد دلتا. الفولتج بين الـ B والـ C هو نفسه الفولتج اللي حوالين هذا اللود. الفولتج CA هو نفسه الفولتج اللي حوالين هذا اللود. إذا اللاين فولتج في حالة الدلتا هو نفسه الفيز فولتج. تمام؟ هاي أول حاجة بدنا نتذكرها. نيجي للتيارات. اللاين كرنت IAA هل هو نفسه بمر في الزد دلتا واحد مثلا؟ إذا عندي في نود، في عندي نود والتيارات اللي جاية من الترانزيشن لاين اللي هنا واللي جاية من الترانزيشن لاين اللي هنا واللي جاية من الترانزيشن لاين مش هي نفسها اللي بتمر في الفيزز. إذا دورنا نجيب علاقة بين الفيز كرنت واللاين كرنت لأنهم في الدلتا مالهم مش متساويين. إحنا بنحكي عن مين؟ على طرف اللود، لأنه طرف الجنريتور ضله زي ما هو واي. يعني في طرف الجنريتور الـ IAA هو نفسه اللي بمر في السورس، الـ IBB هو نفسه اللي بمر في السورس، الـ ICC هو نفسه اللي بمر في السورس، لكن عند اللود بطل اللاين هو نفسه اللي بمر في اللود. في علاقة بين الفيز كرنت واللود كرنت وهذا اللي حنشتقها. واضح؟ ليش أنا بحكي هيك؟ لأنه لما نروح على الـ YY احنا حنقول حنجيب مين؟ الفيز كرنت تبع الـ Y. الفيز فولتج تبع الواي، الفيس فولتج تبع الواي هو ما بين النقطة A وكابيتال M، هذا ماله الفيس. بدي اجيب منه اللاين فولتج، لأن اللاين فولتج تبع الواي اللي هو الفرق بين الـ A والـ B هو الفيس فولتج تبع الدلتا. واضح ولا كمان مرة؟ كمان مرة، احنا حنعمل تحويل للدلتا لواي. في الواي ايش حجيب؟ الفيز فولتج تبع اللود، مين هو الفيز فولتج تبع اللود؟ اللي سميناه في اي ان. لما هذا نحوله لدلتا لواي حيصير الفيز فولتج هو سوري في اي ان وفي بي ان وفي سي ان. منهم بدي اجيب اللاين فولتجز اللي هم في اي بي 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 سي VCA. ليش بدي اياهم انا لاين فولتج؟ مش بس لانهم لاين فولتج، انا هم الفولتج الحقيقي اللي تبع الفيز تبع اللود تبع الدلتا. احنا بس بنحوله لواي عشان عمليه تحليل، لكن السيستم الحقيقي اللي موجود مشبوك بالشبكه مين هو؟ الدلتا. بجيش بقول له والله عندك الفيز فولتج اللي هو بي اي ان، انا بخرب بيت الرجال ولا المصنع اللي عم بشتغل عليه. انا بستخدم هاي الطريقه كمسد ان اروح لواي واي واجيب اللي هو منها بجيب البي اي بي والبي بي سي والبي سي اي، هذول هم الفيز فولتج اللود. واضحين؟ فاهمين؟ اذا من تحويل لواي بجيب في حاله الواي اللاين فولتجز اللي هي نفسها
الفيز فولتج في الدلتا كونفكشن. يعني لما يسألني السؤال ايش الفيز فولتج عند اللود في حالة الدلتا كونفكشن، بستخدم الميثود اني اروح للواي كونفكشن بعطول منها اللاين فولتج وبقول له هاي الفيز فولتج تبعك، هاي البي اي بي والبي بي سي والبي سي اي داون. نيجي للتيار، التيار قلنا اللاين كرنت بطل هو نفسه المورفين لوز، ودورنا هالقيتا انه نجيب العلاقة بينهم. نمحي شوية من السبورة ونشوف كيف العلاقة بين التيارات، بين اللي هو خط التيار اللي بمر في خط النقل والتيار اللي بمر في اللود تبعي. احط بس اللود هالقيتا، هاي النقطة كابيتال A، في هاي عندي اول امبيدنس، هاي كمان امبيدنس، هما الدلتا تعوني، وهي التالتة هاي زد دلتا زد دلتا زد دلتا، مثلا هاي البي وهاي اس. هنا عندي التيار اللي جاي مين؟ اي اي اي، والتيار اللي هنا مين؟ اي بي بي، والتيار اللي هنا اي سي سي. التيار بمر في هذا اللود حسميه اي اي بي، التيار بمر فيه حسميه اي اي بي، والتيار بمر في اللود اللي هنا حسميه اي بي سي، والتيار هنا حسميه اي سي. مضروب بحكاية انه هي هاي بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس، اذا انتم متذكرين من الرسمة الاولى اللي رسمناها. طيب اذا هي عندي التيارات، هذه التيارات اللي فعليا بتمر في اللود تبعي سميته اي اي بي، التيار بمر في اللود تبعي اي بي سي، والتيار بمر في اللود تبعي هو اي سي اي. بدي اربطه في اي 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 بي بي واي سي سي. اولا خليني اكتب هدول الفيز كرنتس الطريقه اللي تسهل علي المهمه. مثلا اجي اقول لاي اي بي اللي هو الفيز كرنت حسميه اي فيز، هعطيه ماجنيتيود اي فيز واعتبره هو الريفرنس، اعطيه زيرو انجل. اذا اخذت الاي بي سي سايكل هيكون اي بي سي لاجز 120 درجه والاي سي اي ليدز 120 درجه. نيجي نطلع على النوتس، النوتس هي اللي حتحل لي المشكله بتاعت العلاقه بين هدول التيارات. اطلع على النود اللي عند النقطه A كيرتشوف كرنت لو عند النقطه A. ايش النقطه A بتقول لي؟ بتقول لي سالب اي سي اي زائد اي اي سالب بيساوي اللي هو سالب داخل. يا بكمل سالب اي 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 داخل داخل طالع، سالب اي سي اي زائد اي اي بي سالب اي 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 بيساوي صفر. اذا مين انا بدي؟ اي 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 اللي هو اللاين كرنت ايش بده يساوي؟ اي اي بي سالب اي سي. بقدر انا اجيب بطريقتين، اروح وانا عوض عن الاي اي بي والاي سي اي وفكفك اللي هي هذه الزاوية اي فاي كوساين 120 بلس جي اي فاي ساين 120 واعمل عملية التبسيط، او بالرسمة زي ما فرجيتكم المحاضرة الماضية برسم الفيزرز تاعون هدول التيارات ومنهم بستنتج قيم التيارات. هنلاقي انه اي 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 حتساوي جذر الثلاثة
اي الفيز واللي لاجز ب 30 درجة. علي بقدر اقول انه اي بي بي لانه انا اخذت السايكل مالها الاي بي سي سايكل لاجز ب 120 درجة من مين؟ من اي 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 مطرح 120 حتكون 750 درجة و اي سي سي ليدز 120 درجة. احنا بننهي لانه خلص وقتنا. اللي عملناه ان انا حاولت اجيب الفيز كارنت وعلاقته باللاين كارنت بين الفيز كارنت واللاين كارنت لانه هذا مهم لي لما انطلب مني اجيب الفيز كارنت واللاين كارنت. اللقاء القادم حنكمل تحليل اللي هي 3 فيز سيستم بالانس 3 فيز سيستم واي دلتا كونكشن وناخذ مثال عليه ان شاء الله. يعطيكم العافيه.